موقع أنا السلفي. تفسير للظاهرة التاريخية المعجزة التاريخية، انتشار الإسلام في أقل من نصف قرن في أطراف الأرض، والتي الذي حير الكثيرين لم يجدوا له تفسيرا معقولا من وجهة نظرهم، فراحوا يخترعون أنه ده نتيجة القهر بالسيف إلى آخره. لكن في الحقيقة لما نجد أن شعوب البلاد المفتوحة يتفوقون على العرب الفاتحين في العلوم الشرعية ويصبح معظم الأئمة من الموالي، فهذا يلفت لنا نظر إلى أحد الأسباب التي دفعت هؤلاء للدخول في دين الله تبارك وتعالى طواعية وأفواجا. ماذا نجد إذا قلبنا صفحات التاريخ؟ نجد أن الموالية من غير العرب قد تولوا أخطر المناصب العلمية والدينية والسياسية والاجتماعية في الدولة الإسلامية، ولم يحز ذلك في نفوس العرب المسلمين، ولم يشعروا بأي غضاضة أو انتقاص، فالكفاية الإيمانية والعلمية والسياسية والإدارية هي الميزان في تقويم المسلم وتقديمه لتولي المناصب في الدولة. وما دام المولى قد استكمل أسباب الولاية وصفات الإمارة وخصائص تحمل المسؤولية، فهو الذي يستحقها ويقدم على غيره فيها، وإن كان غير عربي وغير قرشي. فالعربي والمولى أخوان، كما قلنا في مفهوم الأمة مفهوم تميز. الأمة عندنا مش الأمة التي تجتمع على جنس العروبة ولا على قطعة أرض ولا على كمال، هي التي تجتمع فقط على العقيدة. بمجرد الدخول في الإسلام فينطبق قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فهذه الإخوة تتفوق على أخوة النسب، بدليل أنه لو مات رجل ولم يترك إلا ابنا من صلبه لكنه كافر، ابنه كافر والرجل مات وترك ثروة، فبإجماع العلماء كل ماله يقول إلى إخوانه المسلمين في العقيدة ولا يرث ابنه شيئا. لماذا؟ لأنه لا يتورث أهل ملتين شتى، والوراثة دليل القرابة، فلا قرابة بين المسلم والكافر. يقول الله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، مع أنه ابنه من صلبه قطعا، لكن باختلاف العقيدة قال إنه ليس من أهلك،